كابتن احمد جعفر بدا زي ما احنا قلنا في المقدمه درجه ثالثه في سير سريان، بعد كده المصريه اتصالات، بعد كده نادي الزمالك، بعد كده رجعت لكذا نادي درجه ثانيه، ودلوقتي بقيت في الدرجه كنت درجه رابعه وقدرت انت تصعد الفريق للدرجه الثالثه. مش متناسقه شويه. اه بالظبط. وبعدين يعني كلاعب كبير المفروض بيجي مثلا يروح زمالك اهلي بيوصل لمستوى دوري ممتاز وبعد كده بيحبش ينزل درجه ثانيه او ثالثه. ايه اللي حصل واحكي لنا بقى الاختلاف. بص الاول انا بدات اساس اللي ان درجه ثالثه لعبت معاهم وانا 18 سنه صعدتهم، صعدنا ممتاز بيه لو تفتكر، كان ساعتها مجموعه واحده ما كانش فيه مجموعتين. بعد كده رحت الاتصالات خدت هداف الدوري السنه دي من دوري ممتاز، خدت هداف الدوري. بعد كده رحت ده اللي خلاك تروح نادي الزمالك. اه ده اللي خلاني رحت نادي الزمالك، قعدت في الزمالك 7 سنين، مشيت من الزمالك رحت انبي لعبت بتروجيت. السنه بتاع بتروجيت دي من احسن السنين اللي عملتها، لان عملت موسم كويس جدا رغم ان انا في انبي، عشان انبي قعد فتره الدنيا مش احسن حاجه ولعبنا افريقيا. لو تفتكر السنه دي كنا احنا اول الدوري، قعدنا فتره كبيره جدا اول الدوري، ولو كابتن طارق كان كمل ساعتها كنا ممكن ناخد الدوري كمان، لان احنا قعدنا تقريبا دخلنا في 22 ماتش 23 ماتش احنا اول الدوري، فنشنا ثالث، لعبنا افريقيا. بعد كده انا مشيت رحت بتروجيت، عملت موسم كويس جدا، كان ساعتها الكابتن احمد حسن هو اللي كلمني، كان ساعتها اول فتره تدريبيه للكابتن احمد حسن. ده حقيقي. يعني كان ماشي كويس، بس هو هنيجي كل تجربه هنتكلم فيها. بس انا عايز اتكلم في تجربه سيرس الريان اللي هي بدايتها. سيرس الريان تجربه جميله بصراحه، اقول لك ليه بقى، لان فيها شويه برضه تقلبات كده. عارف انت واحد صغير 14 سنه رحت لعبت ناشئين في سيدي الليان، ف يعني الاهلي برضه لا اكل، عارف انت الدراسه والفلاحين عندنا شويه يقول لك الدراسه والتعليم. فقعدت لعبت تقريبا سنه ونص كده، وبعد كده قلت لا خلاص مش هكمل وكده. كنت خلاص يعني كنتش تلعب، خدت قرار مش هلعب بعد كده، يعني بعدت عن الكوره شويه، بس بقيت العب طبعا، بلعب مع شباب القريه عندنا وانا عندي 15 ونص كده، 15 سنه ونص كده، 16 سنه. بنلعب دوره بالصدفه كده، دوري الكوره، دوري الكوره في عندنا في المركز البابور وكده. كنا بنلعب كل قريه طبعا عامله فرقه محترمه، فبنروح نلعب يعني. تمام. فلعبت يعني عملت دوره كويسه وكده، فالناس كلموني بتوع سيرس الريان ان انا ارجع تاني، بس المره دي مش هرجع بقى ناشئين، هرجع ايه وانا عندي 16 سنه، هرجع مره مع الفريق الاول. طب كنت اول مرتب كنت تقبض كام؟ ما قبضتش اصلا، كنت باخد بدل انتقال بس. بدل انتقال؟ كان تقريبا بدل انتقال في الاسبوع 25 جنيه. 25 جنيه؟ مع المواصلات بس بتاعتك. طب وكنت بقى بدات مهاجم ولا كنت في مركز تاني؟ لا لعبت هاف ولعبت مهاجم، كنت بلعب في الناشئين شويه هاف، وبعد كده ما جربتش حراسه مرمى؟ لا لعبت حراسه مرمى في الزمالك. في الزمالك؟ قعدت جون واحتياطي في افريقيا. في افريقيا صح، تمام. ده تمام، انا بقول بس في بدايتك. لا في بدايتي لا، كنت لعبت شويه فيرول، يعني كنت بغير في الناحيتين يعني. اول ماتش لعبته مع الفريق الاول جبت جول، سجلت جول يعني. حلو. اول ماتش بعد كده من هنا بقى بدات الحمد لله العب، ولعبت معاهم سنه، اول سنه ليا وانا صغير، ثاني سنه صعدتهم دوري، صعدتهم ممتاز بيه. ممتاز بيه. ثالث سنه على طول رحت الاتصالات. تمام. الاتصالات بقى كان مين اللي شافك او ايه اللي حصل بالظبط عشان تروح المصريه الاتصالات؟ كنت ساعتها معايا كابتن حماده هاشم، وكان ساعتها كابتن حماده شغال مع كابتن تامر النحاس، فكانت علاقه بينهم كويسه يعني شغالين مع بعض. فكلم ساعتها وكيل يعني. فكلم كابتن تامر قال له تعالى انا عندي 2-3 لعيبه، كان ساعتها كابتن تامر ودى عندنا 2 لعيبه وداهم امبي ناشئين، وودى واحد من منوف امبي، عبد الله بيكا واسلام الفولي، الاثنين دول راحوا امبي. فقال له انا عندي لعيبه كويسه لو كده تيجي تتفرج علينا. كان عندنا ماتش سيرس ومنوف، لعبت الماتش ده عملت 4 تجوات، اربع تجوان في حوالي 4 في 25 دقيقه. فكابتن تامر نزل لي بعد الماتش قال لي انت عارف انت لو جبت جون كنت طلعتك على بره على طول. بعدها بشهرين الموسم خلص، رحت الاتصالات على طول. فتحين خد بالك من المدربين القلائل جدا اللي بتعرف تجيب من الدرجه الثانيه. كبير. وبتعرف تجيب لعيبه من الدرجه الثانيه، وعينه كويسه جدا في اللعيبه في الدرجه الثانيه وفي الافارقه كمان. رحت مع كابتن حلمي طبعا الحمد لله، خدت هداف الدوري السنه دي. من هنا بقى بدات الكلام في الزمالك، اصلا كان في شهر واحد ما كانش في اخر السنه كمان يعني. كابتن حلمي ساعتها كان المدير الفني للاتصالات. الاتصالات ساعتها في الدرجه الثانيه ولا لا؟ الممتاز. لا الممتاز. خدت هداف الدوري الممتاز اول سنه على طول. ايه الكواليس بقى؟ هل الكابتن حلمي رشحك لنادي الزمالك ولا انت؟ لا رشحني، وكمان المدرب السويسري دي كاستال هو اللي كان بي يعني كان فينا كان باعت ناس تتفرج عليها في الماتشات.
بعت ناس. وبعدين انا الفتره دي ساعتها جبت جون في الزمالك وكنت بعمل ماتشات كويسه جدا يعني. بس ده كان بعد ترشيح من الكابتن حلمي. بعد ترشيح من الكابتن حلمي والدكتور محمود سعد طبعا، لان هو برضو اول واحد قابلني في نادي الزمالك كمان يعني، وكابتن حازم برضو. فالحمد لله الفتره دي كنت يعني تقريبا كنت همشي شهر واحد اروح الزمالك، بس رئاسه النادي ساعتها يعني كان ساعتها الموقف بتاعنا مش احسن حاجه، فقال لك لا خليه ياخد وقف للسنه يعني. طيب انت في الموسم ده سجلت 11 هدف. 13 و 2008 2009 اه تمام. انت كان اجمل هدف بالنسبه لك كان هدفك فين فاكر؟ انا جبت جون في الزمالك حلو قوي، تشيب كده من فوق كابتن عبد الواحد السيد، وجبت في الاتحاد، جبت في الاتحاد رايح جاي برضو، وجبت في الشرطة رايح جاي برضو. بالنسبة لك أفضل 3 أهداف يعني؟ لا جبت كام جون كده بصراحة السنة دي، جبت كام جون يعني كويسين يعني. كويسين. طيب بالنسبة بقى للاتصالات والتألق، وبعد كده رحت نادي الزمالك، إيه اللي حصل وقتها؟ كانت المفاوضات إزاي؟ والنادي أنت بتقول رفض إن هو يخليك تمشي في شهر واحد. بص إحنا عندنا كان رئيس الشركة كان الأستاذ عقيل بشير، وكان نائب الرئيس أستاذ محمد، فالناس دي ملكوية حبوا نادي الزمالك جدا يعني. فلما جه عرض الزمالك كان ساعتها بقى كابتن حلمي الدنيا مش في احسن حاجه، فمشي. جه كابتن حسام حسن فقال لهم لا مفيش لعيب هيمشي. كابتن حسام حسن رفض. فجينا مفيش لعيب هيمشي. فلما جه عرض الزمالك جالي بقى ساعتها عرض بتروجيتو واتحاد الشرطه وجالي كذا عرض يعني. تمام. لما جه عرض الزمالك فالراجل قال لي يا الزمالك يعني الناس كده. ضربت مع كابتن حسام حسن في مصر؟ لعبت معاه 8 ماتشات يعني. تمام. الراجل عشان بيحب نادي الزمالك وكده فقال لهم خلاص انا هو احمد هيروح الزمالك. رحت ساعتها بكام بقى؟ ساعتها كان ب 4.5 مليون. ده بالنسبه كان رقم كبير. كان رقم كبير ساعتها، كان 2008. كان رقم كبير ساعتها، وده الزمالك قاعد يشد قد كده. ده لحد كان عامل له مشكله زمان، كنت بلعب في بتروجيت كده فلقيت في جواب جاي على النادي في بتروجيت، فانا فالجواب جاي باسم انا، فانا ما يعني مش فاهم انا مشاكل ايه مع الاتصالات يا حمد، انا ماشي من الاتصالات. لقيت لسه جواب اتاري في ان الزمالك لسه ما كملش بقيه المستحقات بتاعت يعني. ده كده تقريبا اكتر من 8 سنين مثلا. لا كنت 8 سنين. 8 سنين بالظبط. بتاعت في الزمالك 7 سنين. 8 سنين بالظبط. كان ايه بقى الجواب؟ ان كان لسه فاضل المستحقات لنادي الاتصالات، وحصل مشكله قبل كده بسببها ان الزمالك كان عايز يوسف علي من الاتصالات، وقال لهم لا الاتصالات ما رضيش. قال لهم لا طب سدوا بقيه الفلوس بتاع احمد جعفر. لو كانت فلوس قد ايه؟ كان فاضل قد ايه؟ ما عنديش معلومه. انا كنت عارف ان كان لسه فيهم فاضل مبلغ يعني، كان فاضل مبلغ. فحتى لما تقريبا ما خدوش يوسف غير لما دفعوا المبلغ.